يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند، أولى حلقات هذا الأسبوع. دايما بتبقى حلقات مهمة ومليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء فيما يتعلق بآخر أخبار وكل جديد النادي الأهلي، أو حتى كمان بخصوص بعض الأخبار المحلية وكمان بعض الأخبار العالمية، وتفاصيل كتير جدا جدا بنتكلم فيها على مدار حلقات الترند المختلفة. لكن دايما بيكون مهم كالعادة تواصل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، ومن خلال سؤال حلقة النهاردة. السؤال بيتعلق بإيه هي أفضل مباراة للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي من وجهة نظركم؟ هناخد تفاعلاتكم في الجزء الأخير من حلقة الترند كما هو المعتاد، لكن دايما بيبقى فيه عناوين مهمة لكل حلقة. تعالوا نشوف عناوين النهاردة ايه. يلا في ترند الأهلي، برامج تأهيلية وعلاجية للاعبي الأهلي خلال فترة الراحة. في الترند المحلي، انطلاق المعسكر المغلق للمنتخب الأولمبي. أما في الترند العالمي، جوارديولا مدرب العام في البريمير ليج. في الحقيقة أخبار كتير مهمة، لكن في البداية كالعادة خلينا نشوف إيه أهم وأبرز مباريات اليوم في جميع أنحاء العالم، وهي مباريات بالتحديد دولية ودية في إطار الاستعدادات للتحديات المختلفة اللي بتتعلق بكل قارة من القارات ومنتخباتها. فنبتدي بمباريات اليوم من خلال توجو وغينيا، ودي مباراة بتلعب في هذه اللحظات، والشوط الأول انتهى بتقدم غينيا 1-0، وروسيا مع بلغاريا أيضا مباراة بتتلعب في هذه اللحظات والتعادل مازال سلبي بدون أهداف. ويلز مع ألبانيا الساعة 6، ساحل العاج مع بوركينا الساعة 7، زامبيا مع النيجر الساعة 7 أيضا، والسويد مع أرمينيا الساعة 9:15، وتونس مع جمهورية الكونغو الساعة 9:30. دي أهم وأبرز المباريات الدولية الودية حول العالم، ويعني كل واحد بقى بيستعد، أو كل منتخب بيستعد، سواء اللي بيستعد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، أو اللي بيستعد لليورو الأوروبي أو بطولة الأمم الأوروبية تحديدا يعني، أو اللي بيستعد للكوبا في أمريكا الجنوبية. يعني في تحديات دولية كتير، بس بصراحة بيبقى فترة مملة شوية بالنسبة لنا هنا في مصر، لأن المباريات بتبقى قليلة، وبالتحديد مباريات النادي الأهلي. فترة اللي فاتت تعودنا إن المباريات كتير ورا بعض بالنسبة للنادي الأهلي، كان ضغط على اللعيبة وإجهاد وكل حاجة، بس بالنسبة لنا إحنا بيبقى الموضوع صعب، بنحب نتابع دايما مباريات الأهلي. حتى منتخب مصر ما فيش معسكر أو في أي مباريات ودية، فبالتالي هي فترة ممكن من الجانب الكروي مملة بالنسبة للجمهور شوية، لكن هي أيضا مليئة ببعض الأخبار والتفاصيل، واللي هتكون كلها معانا بعد الفاصل اللي جاي ده. يلا بينا. الأسبوع اللي فات فرحونا بفوز ببطولة الدوري المرة الرابعة على التوالي، والمرة رقم 33 في تاريخ النادي الأهلي، بعد ما فازوا على نادي الزمالك بنتيجة 3-0، وهي هي نفس نتيجة الدور الأول كمان اللي فاز بها الأهلي على الزمالك 3-0. دي لقطات من الاحتفالات، واحنا هنتكلم معاكم عن بعض اهم الاحداث يعني على مدار الفتره اللي فاتت، وبالتحديد الكام يوم اللي فاتوا. ودايما الاهلي بجمهوره في حاله من السعاده والفرحه بمختلف البطولات اللي بيفوز بيها النادي في مختلف الالعاب، وهي دي السمه الاساسيه اللي دايما متعودين عليها من رجال النادي الاهلي وسيدات كمان النادي الاهلي في مختلف اللعبات. ودايما بيبقى هدفك انك تفرح جمهور النادي الاهلي اللي بيدعمك بشكل كبير. ما بيبقاش موجود في المدرجات في مختلف برضو الالعاب بسبب كورونا والظروف الحاليه، لكن هم بيبقوا موجودين بالتحديد على السوشيال ميديا، بيبان قد ايه دعمهم وتحفيزهم لكل فرق النادي الاهلي. دول ابطال فرحونا ولسه هيفرحونا اكتر، عندنا فريق عظيم في الحقيقه في كره الطايره، ولسه كمان ألعاب كتير جدا داخل النادي الأهلي تقدر إن هي تحقق إنجازات كتير. بالتحديد بقى عايز أتكلم شوية على الكورة، وده بيبقى الأساسي بالنسبة لنا وبيبقى المهم دايما كرة القدم. كل لعبة في النادي الأهلي هي مهمة طبعا، أنت بتلعب تحت اسم النادي الأهلي، فأنت دايما مطالب إنك تكسب أيا كان أنت بتلعب إيه.
لكن الكرة اللعبة الشعبية الأولى طبعا في مصر وفي العالم يعتبر، فالكلام فيها كتير. أنا بالتحديد النهاردة عايز أتكلم في نقطة معينة أو جزئية محددة، وده بسبب إيه؟ بسبب فترة التوقف الحالية. هي فترة صعبة ومملة ومفيش ماتشات ومفيش أخبار ومفيش أحداث، لكن للأسف بنلاقي البعض بيحاول يخلق أخبار، سواء بقى الأخبار دي صحيحة أو خاطئة، بصراحة 90% ويمكن أكتر كمان بيبقى خاطئ. بالتحديد بخصوص إيه؟ بخصوص لما بيكون الكلام عن إن الأهلي تعاقد مع فلان، الأهلي جدد مع علان، الأهلي مشى مثلا أي لاعب، الأهلي هيجيب مش عارفين، الكلام ده كله حضرتك وأنت بتتابع أو أنت بتقرأ أو أنت بتسمع الأخبار اللي زي دي ما تصدقهاش إطلاقا، ما تصدقهاش إطلاقا. وأنا بدي لحضرتك تأكيد بكده. ليه؟ طالما مفيش احداث فهتبقى الاتجاهات دايما ناحيه ايه؟ ناحيه اللعيبه ومين قاعد ومين ماشي. وهيبقى اكتر من 90% من الاجتهادات دي خطا، لان مفيش اي حاجه رسمي حصلت. وانا بالتحديد كمان بتكلم بخصوص النادي الاهلي، احنا شفنا الفتره الحاليه والكام يوم اللي فاتوا من ساعه ما كان في توقف دولي والكلام كله على ان الاهلي خلاص هيجدد مع علي معلول، لا علي معلول مش هيجدد، لا اصل مش عارف مروان محسن ماله، لا اصل الاهلي جاب فلان الفلاني. كل الكلام ده يا جماعه مش صحيح، مفيش اي حاجه رسمي حصلت بخصوص اي ملف من الملفات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، سواء ملف الراحلين، ملف تجديد العقود، او ملف التعاقدات مع لاعبين جدد. لكن في ناس بتشوف شغلها، كل واحد في النادي الاهلي عارف مهامه ايه وبيشتغلها بالشكل المطلوب واكتر كمان، الكل بيجهز نفسه. اكيد النادي الاهلي نادي كبير جدا بيسعى دايما لتدعيم صفوفه لانه بينافس على مختلف البطولات وعايز يكسب كل البطولات اللي بيشارك فيها، فالناس المتخصصه في الجزئيه دي تحديدا بيشتغلوا على ان احنا مين احتياجاتنا السنه الجايه هنشتغل عليها ونحاول نجيبها. لكن في حاجه خلصت رسمي؟ لا مفيش حاجه خلصت رسمي. في حاجه اتحددت او ما اتحددتش، او حد جدد او ما جددش؟ لا ما حصلش. كل اللي احنا نعرفه ايه كجمهور للنادي الاهلي؟ ان الاهلي دايما بيمشي من خلال سيستم محدد. السيستم ده انت عارف الاساسيات اللي فيه، يعني الاهلي عمره ما بيتحايل على لعيب عشان يقعد، ودي حاجه احنا عارفينها وشفنا مواقف كتير قوي، عشان ممكن البعض يقول لك انتوا بتقولوا كده وخلاص. لا، في مواقف كتير جدا حصلت، ابرزها مثلا موقف رمضان صبحي، الراجل الولد بنفسه طلع قال لك الاهلي اداني ساعه بس افكر. هو الاهلي كده، عكس أندية تانية ممكن تكون شايفة إن دي ده الأسلوب الأنسب بالنسبة لها، يقول لك إحنا نتحايل على فلان والنبي اقعد والنبي ما تمشيش ما تسيبناش، إحنا محتاجينك أنت كذا كذا كذا. لا، الكلام ده مش موجود في الأهلي. الأهلي بيقدم العروض الأفضل من وجهة نظر واللي تتناسب مع أي لاعب موجود جوه النادي الأهلي، اللي بتتناسب، لأن الأهلي بيقدر أبنائه بشكل كبير قوي قوي، وبيقدر جدا جدا مجهوداتهم مع الفريق، وبيبقى في حاله تفاوض، وفي الاخر المفاوضات يا اما بتنجح يا اما بتفشل. والسيستم ده اللي دايما بينجح الاهلي. البطولات دي بتيجي من ايه؟ الانجازات دي بتيجي من ايه؟ من السيستم، الاسس اللي انت حاططها، النظام اللي انت حاطه وبتمشي عليه، ما بتخليش اي حاجه خالص تخليك تخرج عن النظام ده او تستثنى حاله من الحالات، ده ما بيحصلش. انت بتبقى عارف اللي مطلوب منك بتشتغل عليه بتنفذه، قد تتلاقى الرغبات وقد لا تتلاقى، لكن في نفس الوقت والاهم بالنسبه للنادي الاهلي والمسؤوليه والجمهور، مصلحه الاهلي فوق اي شيء. فده اللي احنا متاكدين منه، وده اللي احنا عارفينه وحافظينه صم في النادي الاهلي يعني. وعندنا ثقه كبيره جدا في كل المسؤولين اللي موجودين في النادي الاهلي ان هم بيبقى همهم الاول والاخير مصلحه النادي. طيب، بتلاقي، وانا بستغرب بصراحه بعض الاعلاميين، مش كل، ويمكن هو واحد بس مثلا، كل يوم، ودي حاجه غريبه، كل يوم في كل حلقه في انفرادات. ازاي؟ ما اعرفش ازاي، بس بيبقى في انفرادات ويقول لك انفراد وعلى مسؤوليتي الشخصيه فلان خلص في الاهلي، على مسؤوليتي الشخصيه فلان مشي من الاهلي. تيجي بقى اخر السنه كده تشوف لو هم 20 انفراد طلع منهم انفراد واحد بس صح، يبقى كده ده انجاز. بيطلع كله غلط. ومش هي دي الشطاره، او مش هي دي يعني الحاجه الجامده قوي، ان انا اطلع كل حلقه هنا مثلا اجي اقول لكم انا معايا خبر جامد قوي، خبر حصري، الخبر ده مش هسمعه في اي حته،
ابقى انا بالف بصراحه. لو كل يوم عملت كده، مفيش كده، مفيش كده في الاعلام، مفيش كده في اي حاجه في الدنيا، ان انت كل يوم عندك انفراد وعندك حاجه حصريه، ده ما بيحصلش. ممكن كل فتره تطلع بخبر حصري ليك، كل فتره تطلع بمعلومه تكون متاكد منها وتقولها، لكن مش كل يوم ده بيحصل. لكن للاسف اللي بيضايقني شويه وبيضايق بعض جماهير النادي الاهلي، ان انت بيبقى فيه تركيز على النادي، على الاهلي نفسه. ناس عايز يمشي ناس او عايز يقول اي اخبار، يقول لك ده فلان مش فلان، قعد فلان، جدد فلان، جه. ده ما فيش الكلام ده خالص. كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان الاهلي متمسك بكل اللاعبين اللي موجودين في قائمته دلوقتي واللي مكملين معاه لاخر الموسم، وفي ظهرهم وبيساندهم وبيساعدهم، تمام، علشان هم مكملين في عدد كبير جدا من الالقاب، وكلنا في حاجه كبيره للالقاب دي، كلنا عندنا ثقه كبيره جدا فيهم. فاحنا كلنا بنساند وبندعم المجموعه الموجوده، وما بنلتفتش ابدا ابدا لاي خبر بيتقال عن اي لاعب، سواء هيقعد او هيمشي او الكلام ده كله. ده تاكيد، ولازم تبقوا واخدين بالكم من خلال الفتره الحاليه دي اللي ما فيهاش ماتشات او ما فيهاش اي اخبار، فهتلاقوا الاكاذيب كتير او الاجتهادات كتير. مش عايز اقول اكاذيب لان كل واحد حقه طبعا ان هو يجتهد، بس هتلاقوا اخبار من النوع ده كتير، فما تصدقوش كل حاجه. والاهم دايما التوفيق باذن الله يكون حليف النادي الاهلي في مختلف الملفات اللي بتدار داخل النادي، وبالتحديد كمان فريق كره القدم اللي مقبل على تحديات هامه جدا، ابرزها طبعا المباراتين المقبلتين امام فريق الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا. طيب هنكسب افريقيا ان شاء الله باذن الله. تعالوا نروح نشوف اخبار الاهلي في السوشيال ميديا، وبالتحديد مختلف الحسابات الرسمية، وقالوا ايه على الاهلي النهاردة. في الوطن سبورت حسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا ان خزينة النادي الاهلي تنتعش ب 19 مليون جنيه، وده في اشارة للمكافآت اللي حصل عليها النادي الاهلي، سواء بخصوص الفوز ببطولة السوبر على فريق نهضة بركان المغربي من اسبوع تقريبا، خدنا حوالي 5 مليون جنيه بخلاف التأهل نص نهائي دوري ابطال افريقيا، فانت ايضا بيبقى ليك مكافآت. ويعني الاهلي بس تقريبا، الحمد لله الحمد لله وما شاء الله لا قوه الا بالله، ما بيعانيش من اي ازمات ماليه، لان برضو ده ناتج عن السيستم اللي موضوع في النادي الاهلي، وكل حاجه معروفه ايه داخل النادي ازاي وهتتصرف في ايه. فبالتالي انت لما هتاخد مكافآت زي دي اكيد بتطلع مكافآت ايضا للعيبه اللي ساهمت في الانجازات المهمه دي بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. ده خبر من ضمن الاخبار طبعا اللي تعتبر مهمة جدا. طيب تعالوا نروح لحساب اليوم السابع على فيسبوك، واللي بيقولوا الأهلي يحذر لاعبيه قبل الأجازة، الاختلاط ممنوع ورفع الكمامة مرفوض، وده أمر مهم قوي. المرة دي التحذير طبعا لازم يكون مهم. ليه؟ لأن اللعيبة في أجازة 5-6 أيام، فاللي هيسافر هنا أو هنا واللي هينبسط مع أهله ويخرج، وطبعا حق كل اللعيبة، يعني الناس مضغوطة دايما ماتشات ورا بعض، مفيش مساحة ما بين حتى الماتشات ولا في أي أجازات، فطبيعي جدا كل واحد هينطلق يعني. لكن المهم إن أنت تاخد كل وكافة إجراءاتك الاحترازية عشان لا قدر الله ما حدش يتعرض لفيروس كورونا، وده ممكن يأثر على الفرقة بالسلب، بالتحديد قبل المرحلة الحاسمة المقبلة في مختلف البطولات، تحديدا كمان بطولة دوري أبطال أفريقيا. فأكيد في تواصل دائم طبعا من الجهاز الفني بالنادي الأهلي مع اللاعبين حتى في فترة الأجازة، لأن كل واحد كمان عنده بعض البرامج التأهيلية والطبية، ودي أمور كلها مهمة. لكن خلونا برضو نروح للمصري اليوم، والخبر ده من وجهة نظري هو خبر مهم، بس ركز معايا هو مهم ليه بقى. هو هنا بيقول لك إيه، من باب التفاؤل لاعبو الأهلي يطالبون الخطيب برئاسة البعثة في تونس. أنا ممكن واحد هنا دلوقتي أنا في قناة الأهلي أطلع أقول لك ده خبر حقيقي، والكابتن محمود الخطيب ولازم ورئيس النادي الأهلي وأسطورة خلينا نتفق على أمور مهمة جدا وحضراتكم عارفينها أكتر من أي حد في الدنيا كجمهور للنادي الأهلي. طبعا كابتن محمود الخطيب أسطورة، طبعا تواجده مع بعثة النادي الأهلي في أي رحلة فهو ده في حد ذاته أكبر دافع للعيبة، لأنه بيشوفوا رئيس النادي واللي هو أصلا أسطورة في كرة القدم في ظهرهم وبيساندهم وكل الأمور المهمة دي. ده طبعا مهم وموجود، لكن حد من لعيبة الأهلي يطلب حاجة زي كده ما بيحصلش، مش في الأهلي، مش لعيبة النادي الأهلي أو مش الجهاز الفني اللي يقول لك لو سمحت طلعوا لنا كابتن. لا لا، مش تخصصهم، ده تخصص الإدارة، هي اللي بتقرر مين اللي يسافر، مين اللي يكون موجود في السفرية دي. الكابتن محمود الخطيب مهم يكون موجود ولا لا، دي كلها رؤى وجهات نظر خاصة بالإدارة نفسها،
لكن لعيبه تطلب حاجات زي دي، لا ده ما بيحصلش جوه النادي الاهلي خالص، واحنا عارفين دايما الامور بتدار ازاي داخل النادي الاهلي، وكل واحد عارف حدوده كويس جدا، وكل واحد عارف اختصاصاته بشكل كبير جدا جدا، ده امر مؤكد. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر، وده من الاهرام على تويتر، بيقولوا برنامج علاجي مكثف لتجهيز قفشه لنصف نهائي افريقيا طبعا امام الترجي. احنا عارفين ان قفشه في مباراه نهضه بركان واخر كره في المباراه يعني للاسف جاله التواء قوي في الكاحل فبيعالج منه باذن الله، في فرص ونسب كبيره جدا للحاق بهذه المباراه، المباراه الاولى مباراه الذهاب في الرادس باذن الله تعالى اللي هتكون يوم 19 في الغالب الساعه 6 بتوقيت القاهره على ملعب رادس. طيب قفشه بيعمل ايه؟ قفشه بيعمل تدريبات علاجيه وتاهيليه بشكل مكثف، وبيعمل تدريبات على فترتين يوميا، وهو حريص اشد الحرص ان هو يلحق هذه المباراه. لا قدر الله لو ما لحقش قفشه هل هيبقى في مشكله؟ طبعا لعيب مهم جدا واحد اهم اللاعبين في صفوف النادي الاهلي، مش في الاهلي بس ده في مصر وفي افريقيا كمان. لكن هتقدر تتعامل مع غياب قفشه؟ طبعا هتقدر تتعامل، عندك اللي يعوض غياب قفشه ممكن مش بنفس الوظائف التكتيكيه لكن بشكل مختلف يحقق المطلوب من المباراه دي، طبعا عندك وعندك خيارات كتير جدا، سواء تتمثل في اجاييه، سواء تتمثل بلاعب ثالث في وسط الملعب، سواء بتتمثل في عدد وافر من اللاعبين في الحقيقه، وده بسببه ايه؟ سببه ان قائمه النادي الاهلي متكامله ومليئه باللاعبين المميزين، لكن النسب اكبر بصراحه ان شاء الله تعالى ان هو يلحق هذه المباراه، احنا عايزين يلحق الخيارات الفنيه دي بتاعت المدير الفني، المهم يبقى اكبر كم ممكن من اللاعبين متاح لمستر موسيماني عشان يقدر يشتغل بالطريقه اللي تريحه ويحط السيناريو الافضل من وجهه نظره في مباراه الذهاب او الاياب. طب ما يلا كوره كمان، حسابهم على تويتر بيتكلموا على ان مصدر قال لهم ان قفشه سيتواجد مع الاهلي في تونس بنسبه 90%، وده اللي احنا بنقوله لحضراتكم، في نسب كبيره جدا ان هو يلحق بمباراه الذهاب امام الترجي، وان شاء الله باذن الله نتمنى للفريق التوفيق باذن الله خلال الفتره المقبله، وبالتحديد في دوري ابطال افريقيا، وكمان عندنا الدوري بس افريقيا مهمه جدا بالنسبه لنا كجمهور النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع وبعديه نرجع نكمل فقرات الحلقه، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نبتدي او نكمل اخبار الاهلي في ترند الاهلي تحديدا والامور كلها اللي بتتعلق بالنادي على السوشيال ميديا. فانا هروح المره دي لايمن اشرف والستوري بتاعته على انستجرام واللي بيعرض خلالها جائزه افضل لاعب في مباراه الدحيل في كاس العالم، طبعا كلها ذكريات رائعه واجواء اكثر من رائعه في الحقيقه، والواحد كان محظوظ قوي ان هو كان موجود في الفتره دي هناك مع الفريق في كاس العالم، وايمن كان عمل مباراه كبيره قوي في مباراه الدحيل ويستحق عليها الجائزه دي، وهو هنا من خلال ستوري انستجرام بيستعرض الجائزه مع جمهور النادي الاهلي وجمهور ايمن اشرف. وايمن من اللعيبه اللي لازم تقدر بشكل كبير جدا، ومن اللعيبه اللي جمهور الاهلي بيحبها جدا، وانا على المستوى الشخصي بحب ايمن اشرف، ناس كتير بتقعد تقول لي انت بتشيد قوي بايمن اشرف دايما في البرنامج، يعني الراجل يستحق، الراجل كان عنده مشاكل فنيه وكان عليه انتقادات كتير جدا جدا وبعضها كان مبالغ فيها، وفي نفس الوقت هو اتصرف ازاي؟ سد ودانه واشتغل على نفسه لغايه لما اتطور وبقى ايمن اشرف بالمستوى اللي ما شاء الله عليه بنشوفه فيه دلوقتي. فاللاعب اللي بالعقليه دي لازم تقدره ولازم تحبه ولازم تدعمه كمان وتشيد بيه طول الوقت، مش ايمن بس كمان، لا في رامي ربيعه مر بنفس الظروف وفي ياسر ابراهيم مر بنفس الظروف، فعملوا قفلوا على نفسهم واشتغلوا لغايه لما وصلوا للمستوى الممتاز اللي وصلوا ليه، فبرضه احنا بنحبهم وبنقدرهم جدا، اي واحد بيشتغل واي واحد بيبقى حريص جدا ان هو يثبت تواجده في النادي الاهلي وان هو يساهم في الالقاب والبطولات اللي بيحققها النادي فلازم نقدره بشكل كبير جدا. طيب دي كانت الجائزه بتاعه ايمن اشرف بعد مباراه الدحيل في كاس العالم، مش في الحقيقه المباراه دي بس اللي عملها حلوه، كل المباريات عملها بشكل كويس. طيب نكمل كمان بعض الاخبار على السوشيال ميديا اللي بتتعلق بالنادي، وبالتحديد خبر خاص بعلي معلول وده من حساب في الجول، وانا بثق في حساب في الجول بشكل كبير، وقال ان رغم امتلاكه لعروض خليجيه، هو علي معلول عنده عروض خليجيه؟ طبعا عنده، ده لاعب تقيل قوي لازم يجي له عروض يعني. طيب قال لك ايه؟ رغم كده علي معلول يفضل الاستمرار مع الاهلي، ده على عهده في الجول. علي معلول احنا كلنا طبعا نفسنا جدا جدا ان علي معلول يكون موجود مع النادي الاهلي، هو الراجل مرتبط قوي بالنادي وتحس كده ان هو اهلاوي مولود جوه النادي الاهلي يعني، لكن في الاول وفي الاخر دي كره قدم يعني،
ممكن زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه الرغبات تتلاقى وممكن ما لا تتلاقى يعني، لكن في نفس الوقت اللي احنا واثقين فيه ان علي معلول ده بيحب الاهلي جدا وممكن يكون حابب ان هو يكمل. لسه بالمناسبه لسه بدري على عقد علي معلول، عقده الحالي يخلص في صيف 2022 يعني لسه قدامه سنه، لسه قدامه بعد الموسم ده موسم كمان، ورغم كده النادي الاهلي بيشتغل على تجديد عقد علي معلول، ممكن ما يكونش ابتدى فتح الملف بشكل رسمي، لكن خلينا اقول لحضراتكم ان في توافق حتى هذه اللحظه، في توافق لكن بشكل رسمي الامور خلصت او حسمت او كلام من ده، او في كلام اللي هو نهائي يعني اللي هو على العقود، لا لسه ممكن يكون في توقيت مناسب هيختاره المسؤولين في النادي الاهلي بالتنسيق طبعا مع نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي علي معلول. هو بيقول لك مفاوضات تجديد عقد معلول مع الاهلي قد تبدا بعد نهايه دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، قد تبدا في التوقيت ده وممكن يكون قبل كده على حسب يعني الامور والمجريات والاحداث بتمشي ازاي والتحديات اللي انت موجود فيها. طيب صلاح محسن كلام من خلال حساب مبتدا على تويتر، واللي بيقول ان صلاح طلب من اداره النادي الاهلي فقط تقديره بشكل جيد من الناحيه الماليه، وبرده احنا في اول الحلقه قلنا ان النادي الاهلي بيقدر ابنائه بشكل كويس وبيقدر كل واحد بيعمل مجهود كبير، وكل اللي بيتالق حقه ان هو يقدر بالشكل اللي يليق بيه او اللي يليق بيه. فالراجل ده ماشي بشكل كويس الفتره الاخيره صراحه، اول مره من ساعه ما جه صلاح محسن نشوفه بالمستوى المتميز ده وبالفاعليه اللي احنا شايفينه عليه، اهداف، لاعب ايجابي في الملعب، بيعمل كل حاجه يعني سواء بيلعب اساسي او حتى كبديل. فبرضو دي امور كلها متروكه للمسؤولين في النادي الاهلي عن الكره، واكيد هم هيقدروا برضو صلاح. تعالوا نروح لخبر تاني من الوطن الرياضي وحسام على فيسبوك، والكلام على احمد ياسر ريان اللي بصراحه بيتالق بشكل ملفت في بطولة الدوري مع سيراميكا، وهداف الدوري تقريبا دلوقتي ب 12 هدف، وبيقترب من الدوري التركي بقرار من موسيماني. ده خبر غير صحيح بالمرة بالمرة، لم يتم حسم ملف أحمد ياسر ريان. احنا سمعنا وكيله قال انه جاي له عروض أوروبية، طبعا بالصورة اللي هو عليها دلوقتي وبالتألق ده طبيعي انه يجي له عروض، ما حدش يقدر يختلف على كده، لكن الأهلي حسم الموقف ولا لا؟ لا لسه ما حسموش. في قرار نهائي؟ لا لسه مفيش. طب امتى قرار نهائي؟ هيكون مع نهايه الموسم، لما الموسم يخلص الدوري يخلص كده ويرجع احمد من الاعاره ويتم بقى الحديث بخصوص مستقبله، والقرار الانسب بالنسبه للاهلي وللاعب هيتم اتخاذه بكل تاكيد. لكن خلاص هو هنا بيقول لك موسيماني قرر وقال انا مش هلعبه اساسي السنه الجايه فخلوه يطلع اعاره، الكلام ده ما حصلش خالص خالص يعني، ده تاكيد مننا لحضراتكم، التوقيت بيبقى مع نهايه الموسم دايما. طيب ناخد خبر اخر بقى عكس اللي فات عن احمد ياسر برضه، وقال لك ايه عاجل كشف مصير عوده احمد ياسر ريان للاهلي، وهم هنا اتكلموا على ان حظوظ احمد ياسر ريان قويه للعوده للاهلي. ده طبعا بالمستوى ده حظوظه قويه جدا ونسب عودته للاهلي عاليه جدا جدا يعني، ده امر طبيعي ومنطقي وخبر صحيح، وده من الاخبار اليوم. وهم بيقولوا يعني في ظل تألقه مع سيراميكا وكده فخلاص ان هيتم حسم عودة اللاعب بالتنسيق ما بين لجنة التخطيط وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وهو ده الشكل اللي بتمشي من خلاله القرارات المهمة اللي زي دي، لكن هو لاعب مميز جدا وهداف وبيتألق بشكل كبير. طيب هروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. احنا في اول حلقه كنا سالنا الجمهور من وجهه نظره ايه اهم او افضل مباراه للاهلي الموسم ده في دوري ابطال افريقيا، واحنا عارفين ان البطوله دي مهمه وغاليه جدا على كل الاهلاويه في كل مكان. احنا باذن الله تعالى ناقص لنا ان شاء الله ثلاث ماتشات في البطوله دي، ماتش الذهاب قدام الترجي في تونس وبعدين ماتش الاياب ان شاء الله في القاهره، ربنا يكرمنا يا رب بالتاهل ونلعب المباراه النهائيه في المغرب ايا كان مين الفريق اللي هنقابله، بس هو هيبقى الوداد لان كايزر تشيفز يعني ضعيف شويه. فهنشوف راي وتفاعل جمهور النادي الاهلي عن اهم مباراه كانت ايه. نبتدي باحمد سعيد الحلواني واللي قال مباراه الاهلي وسان داونز ونتمنى من الاهلي الفوز باللقب الافريقي العاشر ان شاء الله العاشره بتوقيت الاهلي المصري باذن الله، ربنا يوفقكم يا رجالتنا وزي ما عودتونا بالبطولات علشان احنا داخلين على اسبوعين من غير بطوله، احنا جعانين بطولات العاشره يا موسيماني في الجزيره، باذن الله يكونوا موفقين في البطوله ويفرحوا جمهور الاهلي كما هو المعتاد. والميزه في كلامه ان احنا ما بنشبعش بطولات يعني ما بنستكفيش ابدا يعني، دي ميزه النادي الاهلي دائما وابدا. سعيد بيقول
كل مباريات الاهلي، لان الاهلي البطوله دي بيمر بظروف صعبه بسبب الاصابات وضغط المباريات. فارس ابو العينين قال مباراه العوده مع فيتا كلوب كانت رائعه واظهرت شخصيه ومعدن لاعبي الاهلي، دي حقيقه. طيب كمان خلينا ناخد محمد مجاهد وقال مباراه العوده امام صن داونز ومباراه فيتا كلوب في الكونغو. اخر تعليق حماده احمد قال افضل مباراه من ناحيه الاداء والنتيجه مباراه فيتا كلوب هناك في الكونغو اللي فزنا فيها 3-0. يعني مباريات كتير النادي الاهلي تالق فيها وحقق المطلوب حتى لو مش باداء جيد، لكن الاهم دايما بتبقى النتيجه عشان تحقق اهدافك المختلفه. ده كان تفاعل جمهور النادي الاهلي على سؤال حلقه النهارده من الترند. دي كمان كانت حلقتنا ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.